السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني. اليوم في حلقة جديدة بعنوان أفضل علاج للجدري. طبعا إخواني جدري الحمام، حتى نختصر كما تشاهدون جدري الحمام، أهم أسبابها إخواني قلة النظافة، ينشط في الصيف، كثرة الحمام في مكان ضيق، ينشط في الصيف مع ارتفاع الحرارة، وتواجد البعوض اللي يعتبر الناقل الأساسي لهذا المرض، بحيث أن مثلا عندك طير واحد في حبة مثل هذه في يوم واحد تلقاه نقلها للطيور كلها. أماكن تواجد الجدري هنا على الكتف، خصوصا الفراخ الصغيرة، يكون ما بعد ما طلع العريش هنا تحصل حبوب الجدري هنا، تحصل حبوب الجدري في المكان هذا هنا، إذا في المكان هذا من الجناح، هنا في المنقار، في العيون، مثلا في العيون، في الأرجل، هنا تمسك الطائر تحصل عنده هنا حبوب. أخطر مكان لتواجد الجدري هو هنا، فتحة المخرج التي هذه ما فيها. للأسف إخواني أنا حاولت أطبق لكم العلاج على الطيرة هذه، لكن أثناء عملية العلاج عن طريق الكوي توقفت الكاميرا وما، بس إن شاء الله بنطبق إخواني، رجاء اللي تشوفونه في الفيديو طبقوه. هاي الطيرة السبب اللي خلاني اني ما سجلت لكم فيديو حلقة عن هذا المرض، هو ان يعني من اكثر من سنتين الحمد لله ما تواجد عندي الجدري في الطيور، وهذا الفيديو اهداء لاخوي علي شهداد، دائما يسأل عن مرض الجدري فما حصلت طير. هذا الفيديو ان شاء الله انك تستفيد منه. هاي حبة جدري اخواني كانت، شوف انا ما انتبهت، هي تعتبر حالة متقدمة لأن الحبة كبيرة بدأت صغيرة، لو أني انتبهت كنت بعالجها في يوم واحد. تشوفوا حتى المنقار تقريبا يعني بينكسر وراح على اليسار، جهة اليسار عوجاج. إذا إخواني للأسف أنا كنت سجلت لكم علاج لكن توقفت الكاميرا. هاي الحبة فيها مادة دهنية، دهون، فإذا إحنا بنشفط الدهون بالحرارة الحبة بتيبس، بتموت في يوم واحد، بتيبس خلاص. حد يقول ممكن تعذب، شوف إخواني ما تحس، مع أن الجهاز عالي الحرارة فما تحس هي نهائيا. متى بتحس؟ إذا وصلت أنا اللحم، فإحنا نحط على الحبة فيها دهون، طالما أن الحرارة على المادة الدهنية اللي في الحبة الطيرة ما تحس، شوف ما تشعر. شوف انتو حتى تقولوا يمكن الجهاز ما يصير، لكن لا، شوف انا اشوفه ينزل لان الحرارة عالية جدا، بعد شوي بتشوفوا دخان، شوفون بدأ الدخان خفيف، ومثل ما تشوفون اخواني عملية الكي. بس انتبهوا اللي ما يعرف رجاء ان يركز، لأن إخواني إذا أنت وصلت للحم بتسبب ألم للطيور. تشوفون الدخان، هاي كلها من المادة الدهنية اللي في الحبة. يعني هذه هي مع أنها في مراحل متقدمة، بس أنا عادة يوم واحد ما أزيد عليها الحين، بس لأن الفيديو عشان تشوفوا بس التسجيل، وتحاول أنك في جميع الأماكن، لأنك إذا حطيت الجهاز هنا يعني كوي في المكان هذا والجوانب تمت فيهم المادة الدهنية بتكبر الحبة من الجوانب. أنت حاول تشفط الدهون اللي في الحبة من كل الجوانب، خلاص يمكن بتتعالج في يوم واحد، بتيبس مرة. خطورة الجدري إخواني إذا ما تعالج أنه يأكل في اللحم، عفوا لحظة، هي خايفة بس مش من الألم، ما وصلت أنا اللحم. خطورة الجدري إخواني إنه يأكل في اللحم، شو اللي بيستوي الحين لو إنها ما تعالجت؟ إن الجدري بيأكل لين ما يدخل هنا في المنقار، هذه معروفة إن هاي اللي فوق البعض يسميه المنشار، هو مكان تنفس الطير.
خلاص ممكن اختناق، ممكن الأنف، فتحات الأنف تتسكر، اختناق الطير بيموت. لذلك إخواني بهالطريقة مثل ما تشاهدون، رجاء أتمنى تطبقون اللي تشوفونه إخواني والنتائج جيدة. أنا دائما أقول التطبيق الجيد يعطي نتائج إخواني. تلاحظون الدخان هذا كله من المادة الدهنية، يعني هذا العلاج أفضل علاج للجدري، بدون مادة الأسيتون، بدون أي شيء، بدون إبر، بدون أدوية، بدون أي شيء. خلاص تي بس الحبة في يومها، لو أنها صغيرة بس تحط عليها الجهاز مرة واحدة خلاص. إذا هذه الطيرة إخواني ما تحتاج علاج نهائيا، خلاص لمرة واحدة. إذا إخواني كنتم معنا في حلقة علاج الجدري، يوم واحد فقط والطير خلاص تي بس الحبوب مثل ما تشاهدون، شفطنا المادة الدهنية اللي فيها. ولو عندك مثلا هنا على الجناح أو في أي مكان حتى في فتحة المخرج أعزكم الله، نفس الطريقة، يعني تحاول تشيل الريش وتكوي الحبوب وخلاص في أي مكان، والنتائج ممتازة. والسلام عليكم ورحمة الله.